إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام في هذا البث المباشر اللي غادي نحاول فيه نحلوا مباراة نهضة بركان وضيفه الفتح الرباطي بالملعب البلدي لمدينة بركان، المباراة التي انتهت بانتصار نهضة بركان بهدف نظيف من توقيع الزغودي بعد صاروخية لم تترك أي حد حارس الفتح الرباطي. غادي تسولوني على الأداء، نقول لكم ما كانش. غادي تسولوني على النتيجة، نقول لكم كانت. الاداء فريق نهضة بركان كان غائبا، لاعبين كانوا غائبين، لا تكتيك لا لعب لا والو. المهم انتصرنا 3 نقاط المركز الثالث، ما لعبناش كره اليوم. الفريق الفتح الرباطي سيطر في الشوط الثاني، ربما يعني تكتيك خطه ديال المدرب، ما نساوش انه استعان يعني باربعه او خمسه لاعبين اللي ان ربما نقولوا انهم يعني كانت مفاجاه انهم دخلوا كرسميين، الحارس الوعد الزغوتي يعني وغيره اللي صراحة بعد دي دخلوا رسميين من البداية. بالتالي يعني مدرب زعما رفع له القبعة في هذه اللقطة هذه، لأنه قحم لاعبين عندهم من الغياب ما عندهم الجاهزية ربما ناقصة، إذا قحمهم من البداية. وراكم شفتوا أن باع الزغودي بعد غياب طويل سجل الهدف، اذا هذه بادره مزيانه. الكره ما لعبناهاش، الانتصار انتصرنا، المركز الثالث كاين، 3 نقط كاين، نصر الفتح الرباطي رغم يعني الجراح ديالو، المدرب السلامي الجديد القديم. اذا هذه راه انتصار ايجابي، نقطه ايجابيه من قلب الملعب البلدي لمدينه بركان، الحمد لله والشكر لله. رغم ان الاداء ما كانش، ولكن النتيجه كانت. لاحظنا مجموعه من اللاعبين غايبين على المباراه، ومع الاسف كذلك يغيب المدن عن مباراه الوداد البيضاوي. كنا نتمنى انه يحضر هذه المباراه ولكن غادي يغيبها بسبب العقوبه الانضباطيه. اذا كذلك ما نساوش نوه يعني بالمجهود اللي كيبذلوا الطاقم التقني بقياده ايبينغي ومدرب الحراس سيف النيش. يعني صراحه كنشوفوا جديد، كنشوفوا نتيجه، وكنشوفوا طبيعة الحال تغيير. ما كاين صراحة اليوم، ما كاينش لعيب جميل، ما كاينش تكتيك، ما كاينش مردودية، ما كاينش الشخصية ديال الفريق نهضة بركان. حيت الشوط الثاني راه سيطر الفريق ديال الفتح الرباطي، باش نكونوا واضحين سيطر، وبالتالي نقطة كبيرة. هاد التكتيك ديال ايبنجي نحترمو حنايا، الا ربح معاه ما عندك ما تهضر، كي يربح المدرب ما عندك ما تهضر، اما كي يخسر تما في كان نكون عندنا واحد السباس ديال الانتقاد. الان ما عندناش، مدرب ربح، مدرب انتصر، 3 نقاط، المركز الثالث، ما عندك ما تهضر. مور الوداد الرجاء بركان ما عندك ما تهضر. استغلينا طبيعه الحال تعادل الجيش الملكي مع اسفي، مباراه كبيره، كان اسفي مسيطر على المباراه ومسجل، وفي اخر الدقائق شيبي بعد القذفه يعني الحارس حاول يصدها فشل، بالتالي الشيبي يجيب تعادل الاولمبيك اسفي. عموما الجماهير البركانيه غير راضيه على الاداء ولكن راضيه على النتيجه. عموما كذلك الجماهير البركانيه يعني كتحط علامه استفهام كبيره حول مجموعه من اللاعبين. عموما كذلك الجماهير البركانيه باغيه ميركاتو الشتوي ناري فريق نهضة بركان في بعض المراكز، خاصه حراسه المرمى وليزيلي غوش وليزيلي دروا، وكذلك واحد راس حربه وواحد الميليو اوفنسيف ماشي ديفونسيف. اذا نتمنوا دائما تكونوا بخير وعلى خير. كان هذا التحليل ديال المباراه خفيف ظريف، مباراه ما فيها ما يتهضر، ما نهضروش على المدن، ما نهضروش على العقوبه الانضباطيه، ما نهضروش على البكر اللي هي فاس فاس فرحان فاس فاس كذلك. المهم انتصرنا الحمد لله، 3 نقاط، هدف عالمي الزغودي نضاف لسجل الاهداف العالمي اللي عند فريق نهضة بركان، تذكرون بصاروخيات النمساوي. اذا ان شاء الله في انتظار قادم المباريات، ودائما على انا بركاني تي في وانا بركاني ميديا دائما كاين الجديد، ودائما كذلك كاين تميز. لان الصراحه وقلنا لكم الحقيقه، بركان ما لعبتش الكره اليوم، بركان ما كانتش حاضره، بركان كانت غايبه، ما كانش لعب جميل، ما كانش كره كدور، بالعكس كان لاعب عشوائي بحال احنا في شي ماتش ديال الحمري. صراحه ما كانش لاعب اليوم. برافو للفريق ولاعبي ومدرب الفتح الرباطي، كان عندهم واحد اللاعب ولكن مع اللخبطه في التكتيك ايبينغي يقدر يكون سيستم دو جو هذا ديالو، نحترموه حنا، ما غاديش نضربوا في السيستم ديال ايبينغي، مدرب عالمي هذا السيد هذا، كنتعلموا به.
يعني ما نقول لكم السيد راه جاب النتيجة، السيد راه جاب الانتصار، ما يمكنناش نتعقدوا الا نقول الله يسهل ولا يسر. ونعتبر كان الان في المركز الثالث، وان شاء الله المزيد المزيد المزيد. اذا في انتظار تصريحات ونقاشات وكذلك تحليلات ما بعد المباراة، دائما على انا بركان تي في وانا بركان ميديا، مع السي عبد الحميد والسي رضا والسي بن يحيى مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. ليلة سعيدة واستودعكم الله. السلام عليكم. بارطاج في الجروب في الصفحة.